التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير مملكة النرويج لدى السعودية واليمن توماس ليدبول لمناقشة سبل التعاون في دعم تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والاستفادة من الجهود السعودية في هذا الجانب. وأضاف عضو مجلس القيادة أن المجلس الرئاسي يدعم الخطوات والجهود التي تبذلها السعودية في ملف السلام كوسيط أخوي للتعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي للتوصل إلى حل وسلام شامل، رغم أنه لا يرى الحوثي طرفاً صادقاً لتحقيق السلام. وأكد أن ميليشيات الحوثي تنفذ أجندة إيران التخريبية التي تستهدف اليمن والمنطقة، فيما بحث اللقاء موقف النرويج الداعم لمجلس القيادة والحكومة للخروج من الأزمة الراهنة. إلى ذلك التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع السنغافورية زكي محمد، وبحث اللقاء الذي يأتي على هامش القمة 19 لحوار المنامة سبل العلاقات المستقبلية بين وزارتي دفاع البلدين. كما التقى وزير الدفاع مع عدد من رؤساء الوفود والمسؤولين ومدراء المنظمات المهتمة بتتبع تهريب الأسلحة والذي تنشط فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال خطوط إمدادها من النظام الإيراني. وفي هذا الصدد انعقدت في المملكة الأردنية مباحثات أممية وأوروبية لتحقيق تقدم نحو عملية السلام في اليمن. وذكر مكتب المبعوث الأممي لليمن في تغريدة على منصة إكس أن المبعوث هانس غرونبريغ التقى مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لمناقشة تطورات الوضع في اليمن وأهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم نحو السلام الدائم والاستقرار في اليمن حسب تصريحه. وعلى خلاف ما أوردته الحالة السياسية في حضرموت، تحاول القوى المنضوية تحت المجلس الرئاسي إدراك ما يمكن إدراكه نتيجة الخلاف الذي وقع بين قادة حلف قبائل حضرموت والذي أثر سلباً على الجو العام بالمحافظة بعد أن طفى على سطح تراشق البيانات انتهت بتغييرات على مستوى القيادة العسكرية والأمنية، وهي دلالة على عمق التباين القائم. المزيد في هذا التقرير الذي أعاده الزملاء من غرفة الأخبار. بين بيان حلف حضرموت المناهض للسلطة المحلية بالمحافظة ورد السلطة عليه باقتضاب، وما بينهما من تراشق البيانات وتداخل المهام والواجبات، ومعقبها من لقاءات قبلية لتفعيل النظام الأساسي لحلف حضرموت وتشكيل لجنة تحضيرية لهيكلته وتدوير رئاسته، وما تلاها من ملاحقات مضادة وصلت حتى أروقة المجلس الرئاسي الذي أصدر وعلى إثرها عدد من القرارات العسكرية والأمنية طالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وكلية الشرطة بالمحافظة دون غيرهما، تكشف وتؤكد قطبي الصراع المتمثل في شخوص سياسية كانت في بداية هذا العام تجلس على طاولة واحدة لتأسيس حراك سياسي موحد عنوانه استرداد حقوق حضرموت. وفي ذات الوقت عملت مطابخ الإصلاح الإعلامية كعادتها استغلالا للتشتت ونصرة لأهدافها السياسية، ورغم اختفاء قادتها من المشهد اليوم إلا أن ذات المطابخ تعمل لنفسها وجودا جديدا حتى وإن بارت بضاعة من يناصرونها، وكالعادة يقع الجنوب إلى جانب التحالف العربي ضمن دائرة الاستهداف، وعليه تعيد هذه المطابخ ضبط عددها للبحث عن حليف جديد من المتخاصمين لا إحقاق للمحافظة وأهلها، وإنما نصرة لمشروع الشرعية اليمنية المتأكلة حتى على حساب أبنائه. وفي خضم الأحداث التي وصلت إلى حالة التصادم العلني بين قيادة وأعضاء الحلف ذاته وتكالب المكونات السياسية عليه وتنازع أمرهم بين تجاذبات سياسية لم تقدم للمواطن بصيص أمل في القادم السياسي الذي يصاغ في عواصم القرار، تعود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من جديد وفي بيان لاحتواء ما تبقى من لم شمل البيت الحضرمي على أقل تقدير، ليؤكد المشهد يوما بعد الآخر زيف مشاريع حزب الإصلاح اليمني، ويأتي مصداقا لسخط أبناء المحافظة من المرتهنين للخارج والغائبين عن المشاريع الوطنية الحقيقية.
تحاول القوى اليمنية في المجلس الرئاسي بشكل حثيث تدارك الأزمة التي أشعلتها في المحافظة لحماية المشاريع المنقضية والتي لا تمثل أبناءها، وتعد مثالا حيا وصريخا لسوء استخدام السلطة لخدمة المشاريع السياسية. وبحسب مراقبين كان الأحق بالتغييرات العسكرية والأمنية وادي حضرموت المستباح جهارا، والمتنفذين الذين ينهبون خيراته لسنوات طويلة حتى أصبح إنهاء وجودهم مطلبا شعبيا عاما في حضرموت.